اللي حصل امبارح حفلة مدحت صالح الأساتذة، وقدامها في نفس التوقيت وقبلها بشارع تقريبا حفلة أستاذ كبير علي الحجار، والاتنين قامة كبيرة جدا. احنا سعداء بوجودهم هما الاتنين في حفلتين أقوياء، بس هو ما كانش ينفع ان الحفلتين دول كانوا يتنظموا بحيث ان الاتنين ما يبقوش قدام بعض، وواحدة معمول لها بروباجندا اقوى من التانية. يعني هل ما كانش ينفع ان القامتين اللي كانوا موجودين امبارح على مسارح الغناء في مصر ام الدنيا، ان الموضوع كان يتنظم باشيك من كده، بحيث ان احنا نتعامل مع الاتنين بنفس القوة والقيمة والقامة؟ الاتنين ما اقدرش اقول مين احسن من مين، الاتنين ما اقدرش اقول مين اقوى من مين، الاتنين يمثلوا مصر، الاتنين عندهم اغاني تكسر الدنيا وبيغنوا لناس عظماء موجودين واتخلقوا في مصر. هل ما كانش ينفع التنظيم لمن يهمه الامر وخاصة وزارة الثقافة انك انت تتعاملي مع الاتنين بنفس وهنا بأكرر بنفس العرف والاحترام والبروباجندا وبالاشياء اللي بيليق بيها النجمين واساميهم؟ سؤال بس انا هحطه وانتوا لو حبيتوا تكملوا عليه اتفضلوا. فعلا هي اسئله كتيره جدا، والاسئله دائما وحدها ترى هنا القاهره العاطره المزهره الرائعه، يعني هنا القاهره طبعا كلمات جمال بخيت وغناها علي الحجار امبارح، هنا القاهره الزاهره العاطره الشاعره النيره الخيره طاهرة، هنا القاهرة الهادرة الساهرة الساحرة الآسرة، هنا الحب والحق والرحمة والمغفرة، وهنا مصر، وهنا الغنى 100 سنة غنى، والأساتذة علي الحجار ومدحت صالح، ومصر تراث رائع جدا وقوي جدا ومهم جدا وثروة حقيقية، ثروتنا هم مبدعينا. ف زي ما وزارة الثقافة تبنت مشروع لمدحت صالح، المفروض تتبنى مشروع علي الحجار وهو الأقدم، قدمه لفاروق حسني من زمان وعمل له التصور، وكل والمشروعين فيهم اختلافات، لكن هما الاتنين لصالحنا، لصالح مصر ولصالح المجتمع المصري والمشاهد المصري. فنتمنى ان وزارة الثقافة تنحاز كمان لمشروع 100 سنة غنى، واي حد عنده مشروع تاني، لان التراث مش حكر على حد، بس اي حد عنده مشروع واشتغل عليه وتعب فيه لازم ان احنا ندعمه. عشان كده يمكن كان من باب الدعم كان في ناس كتير عند علي الحجار، لان انت لما يبقى عندك صالح. ايوه طبعا انا مش هقدر افرق. ايوه بس انا عايزه اقول لك التعاطف لما يبقى عندك ولدين كويس، بس أنا حد فيهم محتاج الدعم دلوقتي اكتر لا من التاني، فانت هتروحي لهذا الدعم. بمنتهى الامانه بغض النظر عن احترامي للمشروع بتاع مدحت صالح واحترامي للمشروع بتاع علي الحجار، الاثنين اسامي كبيره جدا، لا يليق ان نجوم بحجم الاسمين الكبار دول ان يتعمل حفله لحد يتعمل له سبوت لايت وحد تاني كانه مش موجود، لا يليق لا يليق. لو احنا بنتكلم في حفلات اللي بتحصل في الرياض، واللي احنا بنتكلم في اشمعنا ما بنعملش الحفلات دي في مصر ليه؟ لان الحفلات اللي بتتعمل بره مصر لنجوم مصر كل النجوم دول بيتلمعوا سواسيه، محدش بيتافور او محدش بياخد سبوت لايت ازيد من التاني. فاحنا النهارده لما يبقى عندنا نجمين كبار عندهم نفس القوه في الجمهور والاداء والاغاني، يقدروا يغنوا لمين يقدروا يعملوه، لما يعملوا حفلتين هما الاتنين قدام بعض في نفس التوقيت، هنا انا ما عنديش غير اني الوم وزاره الثقافه. ليه؟ لان انت المسؤوله عن ان النجوم دول يحترموا في بلدهم، يبقى ليهم مواعيد محدده وكل الناس عارفه. جمهور المصري حابب يسمع مدحت صالح ويسمع علي الحجار،
كان عليكي الدور لوزاره الثقافه ان هي تقول والله حفله مدحت صالح هتبقى يوم كذا، وحفله علي الحجار هتبقى يوم كذا، والاثنين يتعمل لهم نفس البروباجندا، لان الاثنين مصريين يغنوا للثقافه للاساتذه بتوعنا الاسامي الكبيره بتاعتنا، ويتنقلوا الحفلتين على الهواء، خاصه ان وزاره الثقافه عرفت ان علي الحجار غضبان، فما استوعبتش، ما دعمتش، ما طبطبتش. يعني احنا عندنا كام؟ احنا عندنا يعني في المطربين الرجاله اللي هو الفن بجد الغنى بجد، عندنا منير وهاني شاكر والحجار ومدحت صالح ومحمد الحلو ومحمد ثروت، فاحنا ما عندناش كتير، لكن دول ثروه وكل واحد فيهم نهر من الابداع. وعمرو دياب ثروه، خلي بالك طبعا مع انا بتكلم على الـ انا بتكلم عمرو دياب في يعني حاله تانية لوحده، حاله فنيه لوحده. على فكره في الاخر خالص بنرجع نقول مره ثانيه، الشخص اللي بيتعامل مع الموضوع على ان انا ابقى موجود في كل الاماكن ما بيغلطش. يعني مدحت صالح وعلي الحجار وهاني شاكر والحلو ومحمد ثروت الاسامي دي كلها النهارده احنا عمالين نقول ومنير، احنا عندنا طبعا منير اتعمل له حفله غير طبيعيه في الدوله في الرياض، بس منير مصري كان المفروض تعمل. يعني انا مش هقولش كان مفروض وما كانش مفروض عشان الناس ما تفتكرش ان احنا بنقول اشمعنى.